خلينا نروح للصعيد بقى ونبدا من اسيوط الكاتب والروائي والباحث حمدي البطران. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. دكتور، يعني احنا فتحنا حوار عن الصعيد في 90 دقيقه وكانه فقط تنبيه، يعني احنا ما قدمناش اللي عايزين نقدمه كله، بس احنا بنقول في الاعلام المصري يا جماعه لا، الصعيد لازم نبقى على خريطتنا ومنتبهين ليه. النهارده قلنا عدد من مثقفينا الكبار وكتابنا الكبار اصحاب الرؤيه في بتكثيف شديد اللي هو الان اين وصل الصعيد وما يجب ان يحدث فيه. هو الحقيقه في طفره كويسه محدش ينكرها. يعني في مشروعات وفي، بس للاسف ما زالت مشاكل الصعيد المزمنه موجوده كما هي. يعني أول مشكلة في الصعيد مشاكل النقل والانتقال بين المدن. تمام. المدن في الصعيد مسافات واسعة. يعني بين مدينة بيروت اللي أنا فيها وأسيوط 80 كيلو. مسافة بعيدة، ففي موظفين بيروحوا أسيوط، وفي طلبة جامعة بيروحوا أسيوط، وفي مرضى بيروحوا يتعالجوا في أسيوط. المشكلة مستعصية. مفيش غير الميكروباص، بس الميكروباص طبعاً زحام ومشكلة مشكلة النقل دي مشكلة. مشكلة تانية الصرف الصحي في المدن. يعني انا في مدينة بدأ فيها مشروع صرف صحي من 30 سنة وما زال كما هو. الشوارع اتحفرت 4 مرات، مرة اتحفرت الكهرباء، ومرة اتحفرت الغاز، ومرة اتحفرت الصرف الصحي، والمرة الأخيرة ما أعرفش الكهرباء تاني ولا إيه. الشوارع تراب رهيب جدا لدرجه ان احنا بنقول المطره ما تنزلش، عشان خاطر لو نزلت المطره عندنا تعمل وحل وهتعمل والشوارع حالتها زقوق مش حلوه يعني. المشكله الثانيه اللي بلاحظها انا مشكله صرف المعاشات للناس فرد سن اللي هي بتصرف من مكاتب البريد. مكاتب البريد ضيقه جدا، الزحام فيها رهيب، مفيش اماكن انتظار للناس دي تقف، والماكينات قليله، الناس بتبقى في الصيف تصعب علينا فعلا. يعني يا ريت مكاتب البريد يوسعوها شويه او يشوفوا اماكن واسعه او يزودوا منافس بتاعت صرف المعاش عشان الناس ما تقعدش قدام المكاتب كده. الشيء الثاني المهم ان احنا الزحام في المدن. الزحام؟ الوقت اصبحت كلها زحام رهيب. يعني تحس انك انت في القاهرة وقلع من القاهرة الزحام. مشكلة التكاتب يعني خليها تحس انك في القاهرة وازحم من القاهرة، بلاش قال عن ما احنا عايشين في الزحمة. اسعار الاراضي عندنا في الصعيد اغلى من القاهرة. يعني الناس بتشتري بتبيع الارض بتاعتها وبتروح تقعد في القاهرة عشان يشتري عمارة وبتاع. في طبعا الاقتراحات، في عندنا حرم السكة الحديد ارض واسعة جدا ومش مستغلة، يا ريت يستغلوها طيب في ال يعملوا فيها مساكن شعبية. تمام. أنا بشوف الأرض على جانب السكة الحديد وأنا في الأرض معمولة فيها مساكن شعبية كويسة، يعملوها طيب عندنا في الصعيد. في أماكن ثانية متروكة، يعني اتعمل مركز شرطة جديد والمركز القديم قاعد زي ما هو، اتعمل مجلس مدينة جديد ومركز مدينة قاعد زي ما هو، طب يعملوا مساكن، يعملوا مجمع خدمات، يعملوا حاجة. صحيح. لكن الحاجة الثانية اللي انا شايفها ان مفيش مكان تروح فيه انت واولادك. يعني كلها مقاهي تقعد عليها الناس الشباب بس، لكن مفيش مكان مفيش مكان للاسر، اماكن عامة للاسر يعني. مفيش، لا مفيش ده خالص. كل مدن الصعيد مش بس. ما عدا يمكن العواصم المحافظات هي اللي فيها نوع من الترفيه شوية. نوادي وحاجة زي كده. لكن باقي المدن مشاكلها مستعصيه. الشيء المهم الخطير ان التنميه في عواصم المحافظات بس، يعني تلاقي اسيوط المنيا هي اللي فيها مشروعات، باقي المدن ما فيش. في الصعيد الصحراوي اليهودي دي ما فيهوش استغل، ما حدش بيستغل، كان بيستغلوه. ايه المانع ان يستغل الصعيد الصحراوي كل المدن ويعمل فيها منشات ويعمل فيها مساكن ويعمل فيها مصانع؟ ما فيش. فالناس كلها بتطفش من الصعيد، يعني عندنا اسيوط محافظه قاربه للناس. الناس بتطلع تروح تشتغل في القاهره، بيشتغل يسافر بره بتاع،
وجرائم منتشره يعني بالرغم من ده كله الناس الحاله الاجتماعيه مع صعوبتها فزودت جرائم وزودت التوتر بين الناس وزودت الحزن او الحوح والحسد كل ده موجود ليه؟ لان ما فيش الناس الحاله صعبه شويه احنا بنحاول نرسم جزء من هذه الصوره بحيث تبقى باينه قدام المسؤولين. يعني كده من اسيوط انا بشكرك جدا الكاتب والروائي الكبير حمدي البتران من اسيوط. يعني هنا الهدف ايه؟ انه في حاجات بتحصل لكن في حاجات ناقصه، في حاجات الناس عايزاها، وده جزء من التنبيه. يعني يا جماعه والله الصعيد محتاج 1 2 3 4. طيب خلينا نروح من اسيوط على المنيا ودكتور خلف الميري استاذ التاريخ الحديث والمعاصر هو بجامعه عين شمس من ابناء المنيا. دكتور خلف اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور محمد الباز الاعلام والمثقف الراعي. اهلا بيك يا فندم، يعني بقالنا كتير ما تقابلناش يا دكتور. والله ده فعلا يعني لك وحشه كبيره جدا. ربنا يخليك ربنا يخليك. احنا بنستعرض بتكثيف شديد الصوره من عند كبار مثقفين في اللي بينتموا يعني للصعيد، انه الصوره الان ايه واحنا عاوزينها تبقى ايه. يعني طبعا تحياتي لحضرتك كل الساده المشاهدين. لابد ان يقتضي الانصاف ان هناك ثمه اهتمام بدا بالفعل على صعيد الأجهزة التنفيذية بالصعيد. يعني هذه حقيقة ندركها في مسألة طرق دائرية، مسألة الاتجاه إلى الظهير الصحراوي، مسألة إنشاء تجديد بعض مصانع أو حركة، يعني هذه حقيقة. ومع ذلك لأن هناك ظهير كبير فعلا في الصعيد ممتد، فهو أنا بعتبره أرض بك قابلة للاستثمار والاستغلال ولم تستغل بعد. على سبيل المثال ملوي. وهي من اكبر المراكز في محافظه المنيا، حوالي 75 قريه تتبعها. يوجد ظهير ممتد في الصحراء الغربيه الى ما لا تتخيله ويمكن تعميره، يعني واستصلاح الاراضي حتى انه نشأت مدينه ملوي جديده في الظهير الصحراوي الغربي. كل الاحترام والتقدير، ولكنها تبعد عن المدينه الاصليه بحوالي 50 كيلو. فيعني انا برضه ليا تحفظ اذا كان هناك نقله للتعمير، لكن هي بحاجه الى بنيه اساسيه وبحاجه الى مرافق والى اخره قبل ان تنشا مدينه في الصحراء. يعني بدون مرافق. لكن الاهم في تصوري على مستوى محافظه المنيا ككل أن توضع على خريطة السياحة بكل ما تعنيه الكلمة. المنيا محافظة غنية جدا بالأماكن الأثرية سواء الفرعونية أو المزارات الدينية الإسلامية أو المسيحية، ولكن في تصوري لم تستغل بعد. تعرف طبعا المنيا تل العمارنة مدينة أخت أتون كانت عاصمة مصر. طبعا. المسمونين الإقليم السادس عشر بني حسن الشروق اللي هي تعتبر دي مقابر يعني مقابر بني حسن دي تبقى برنامج ساحل واحد. نعم. الشيخ عباده وما تضم من رفات الصحابه والاديره، يعني اشياء كثيره جدا. في تصوري ان المنيا وضعها على الخريطه السياحيه به ثمه قصور كبير لا يليق بها. في وقت ايضا البعد الثقافي والمكون الثقافي لمحافظة المنيا، يعني لما نفتكر الرموز آل عبد الرازق وطه حسين والشيخ عمار السريع وغيره وغيره، سنجد أن أيضا المراكز الثقافية أو القصور الثقافية تلعب دورها، ولكن بحاجة لملء هذا النشاط إلى القرى. لا يتم التركيز على المدن فحسب. بالظبط. ودي أنا بعتبرها ظاهرة متصلة بالصعيد كله، متصل يمكن عموم الجمهورية. لا، ومن المفارقات أن القرى تجد بها مستوى ثقافي عالي جدا ومرتفع، وتواقين ومشتاقين إلى نهل الثقافة والمعرفة بالفعل شباب. نعم، لكن بكل أسف انتشرت المقاهي. طب لتكن هناك تنمية
من الادارات المحليه مع جمعيات تنميه القرى. حتى لا تتحول القرى الى فعلا يعني مجال للثقافه، مجال للمعرفه، ان يتم ايضا التوافق التام ما بين مراكز الشباب مع التربيه والتعليم في فترات الاجازات حتى تكون ملجا ومنازل. لاحظت حاجه بقى دكتور محمد اللي سمحت لي، وهي طبعا بحكم التعز مجال الثقافه اللي كنا فيه، لكن لاحظتها متصله بالامور الصحيه. توجد قرى على سبيل المثال في غروب ملاوي قريه الدرك اللي تنتمي اليها وبيروت مناخله والمنطقه دي كلها مدت فيها شبكه اتصال في الصحه. ولكنها منذ سنوات ولم يتم تشغيلها بعد. الامر الذي جعل يعني الخدمه دخلت وما اشتغلتش. ما اشتغلتش. وجعل الاهالي بيعملوا حاجه تصرف المجاري في باطن الارض فادت الى تلوث المياه. فينفقون يعني اموال طائله على مساله الفلاتر والترشيح والترخيص المياه. طبعا وجميعنا يعرف مساله الاوبئه. طبعا الدوله 100 مليون صحه رصاص مقاومه، لكن هذا يتطلب ايضا مواكبه مجمل اجهزه الخدمات التنفيذيه حتى تكون الصوره مكتمله. بالظبط. لا يمكن ان تنفق 100 مليون صحه وفي نفس الوقت المجاري لم تعمل بعد، فيتم التلوث وما جدوى هذا الذي احنا محتاجين رؤيه شامله، رؤيه متكامله مع بعضها. بالظبط كده. نعم. انا بشكرك جدا يعني يا دكتور، بشكرك جدا، ونلتقي قريبا ان شاء الله هنا في 90 دقيقه. دكتور خلف الميري استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه عين شمس وابن من ابناء المن.